على عزيزة السبعاوي دير بحال اللي راك المراه دتني ضربني ولدها دخل عليا بالسطارة ضربني عام هو هارب عام شدو البوليس تقدم للمحكمة عيط للمحامي قال لي انا ما نحضرش علاش ما يحضرش ما فهمتش ما بغاش يحضر لي ومن بعد تحكم بعام هود للسيناف محامي التاني شديته قال لي انا ما يمكنش نحضر وما يمكنليش تحضري سنتي الرئيس المحكمه قال لي ما تحضرش وما تحضرش حتى المداعيه ما تحضرش المداعيه ما تحضرش على شنو هو السبب ما فهمتش كاع ولحد الان كتهددني البارحه غير مؤخرا البارحه هز عليا دخلت عند الخياطه حدا هزت عليا مقاس ديال الفصاله وخارجه ليا كتقول لي راني قتلك وما بقى والو يخرج هاد مرة طير لك يدك مرة أخرى غادي غيقتلك خطيتك في جيبي خطية ديالك في جيبي فين ما كانوا شي سكيرية وصحاب ولادها وحشيشية كتجيبهم اللي كيتعراو عليا ما خلونيش نغضب على ولادي واش نخرج للسراق نخرج قطع الطريق ما فهمتش كنطلب من سيدنا يا خص هادشي ما يكونش المخزن عندنا يعني واش اللي مسكين ما يعيش واش اللي مسكين ما يعيش واش اللي مسكين ما قصور اللي كتقول لك يا اخي فلوس خطيتها في جيبها تقتلني وغتشد عليا تنهار في الحبس ولادها كلهم شفار وكلهم دوزين الحبس تجيب لي كلهم وصحاب ولادها كيقيلوا نهار نهار كيهدوني انا كنسرزق الله على ولادي خصني نخدم على ولادي خصني نخلص لك راه خصني نمن ناكل خصني بزاف د الحوايج مخصوصه فيهم ناقصه كنمشي للمخزن كيقول لك ما عندنا ما ديروا فين ما مشيت كيقول لك ما عندنا ما ديروا لا بس انا مسكينه ما عنديش انا ما عنديش ضربني بلي دخل عليا من المسطرة قرقة ودخل عليا من المسطرة دي الشهادة الأولى فيها 45 يوم الشهادة الثانية عندي فيها 30 يوم الشهادة الثالثة عندي فيها 15 يوم يعني ما تشدليش حقي في مرة مازال مهدة غادا بدي من شهر واحد فاش تشد وانا مازال كنتهدد هي كتهددني مرة خارجة لي بمسطرة مرة خارجة لي مقص مرة خارجة لي بحديدة عييت شنو قلت لي على الراجل قدام البوليس حتى اللي قالوا له سير دخل بحرك الحانوت غادي كدبر على الصرف يعني ما كاينش الحق مرة ما كاينش الحق واش انا عييت واش ما غلب وغاتش تخليني نسرزق الله على ولادي ما غلبني واش نخرج للساعة واش نخرج نقطع الطريق واش نخرج للفالس ما فهمتش زعما علاش المخزن داير معانا علاش ما كيحكمش بالحق علاش انا كنطلب من سيدنا خصو توصلو هادشي ويقبض لي حقي باي طريقه يقبض لي حقي تقبض لي انا ظلمت بزاف ظلمت انا وراجلي ما عنديش الولاد كبار عندي ولدي مازال صغير ما هي عندها ولاد دوزو الحبس دوزو المصايب الشفارة يبيعوا الحشيش هي دوزت الحبس ما بغاتش تبعد مني ما بغاتش تخليني نخدم على وليداتي ما خلتني نسرزق الله نخلص كراتي ما خلتني ندير حتى حاجة كل نهار هداني خارجة انا من داك الحانوت ما كندير فيه حتى شي حاجة كنمشي للبوليس والو كيقول لك حنايا حنا غنعيطو لها حنا غنعيطو لها ما كيعيطو لهاش ما كيهضروش معاها رغبت ما خليت ما درت كنرغب الناس واش يتبعد غير مني تقول لهم ما عنديش الرفاق عليها غير قتلتها عاد عندي الرفاق عليها يعني كيفاش هاد الشيء خصني تايا انا خصني من المخزن واش نقتلها ونمشي للحبس تخلي ولادي مورايا واش تقتلني وتخليني ولادي مورايا شكون يهزهم لي ما فهمتش دابا على حقي عند الله وعند عند سيدنا يقبض لي حقي هادشي راه بابا الظلم انا دابا عند الله عليا البارح عشية مهداني بالمقص دخلت للخياطة حداها
هزت المقص وخارجه ليا كتهددني كتهددني باش ما كنتقيل جايبه لي صحابي ولادها كيتعراو عليا كاع ويقولوا لي شوفي راكي ما غتبقايش هنا خدام غير هزي قلوعك وسيري. انا اصلا كنقول سالي غير العام قدامها في الخبز كنعاين غير نكمل العام ديالي ونخرج. دابا انا العام متمض الحارس ما بغاش يرد لي الكره خاصني نكمل في العام ونخرج بحالاتي يعني تنظلم نص ما كاينش ما كاينش اللي يوقف معاك وما كاينش المخزن كتقول لك قلت لك خطيتك في جيبي كيما ولادي كيما ولادي غنخرجتهم من الحبس حتى قلت لك ونعطيها وما غادي تشد عليك حتى واحد حتى نهار. ودابا هو غادي يخرج طير لك يدك هاد المره غادي يقتلك هاد المره يقتلك لا انت ولا راجلك النهايه ديالك على يدي يعني ما علاش زعما هاد الشيء كاين عندنا غير حنا اللي في هاد المغرب كاين عندنا هاد الشيء خصنا على حقوقنا يشدوا ديال المسكين وخاص المسكين المسكين ما عندوش المسكين علاش حقه ما كيتشدش علاش ما بغيتش نفهم علاش المسكين المسكين كياكل العصا ويدوز الحيط الحيط كيفاش علاش هاد المسكين كي داير يعيش كي داير هذا واش اذا انا حتى المحكمه ما نحضرش فيها ما فهمتش علاش ما نحضرش في المحكمه علاش ما ندافعش على راسي علاش المحامي شديت الاول والثاني علاش ما بغاوش يدافعوا عليا خرجوني الحيط الحيط ومازال كنتهدد لحد مازال كنتهدد لحد الان نهار اللي تشد ولدها دخل عليا ولدها الاخر ميسطره هي ويا شدينا هو هي شداني من هنا هو شدني من هنا غير الناس داروا فيا بليزير عيطوا للبوليس جاو كيجري وهرب بالميسطره ديالو كيقول لي تنازلي الخاي ولا الا تشد خاي عرفي راني غنقتلك ما تبقيش على وجه الارض علاش زعما انا ما عنديش حق فانا انا ماشي بنت الشعب انا ماشي بنت بنت المغرب انا ما عنديش حق يعني انا مسكينه ما عنديش كنخدم على ولادي كنخلص الكره كنخدم باش ندخل طرف الخبز انا الحق ديالي ما تقبلش ما تقبلش انا كنطلب من سيدنا العمام يعرف هاد الشيء كامل يشدوا لي حقي فيهم تيانا باش ما كان باش ما كان يشدوا لي حقي قاس محمد هذه دورة الحق والقانون اللي عطانا سيدنا ما كاين لا حق ولا قانون ما كيحكم حتى شي واحد هاد المره هادي اللي كتجي كل نهار معديه عليا وشن قاعده قدام بوليس وبوليس ما بغاوش يهضروها المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه ما بغاوش يهضروها وصورنها وما بغاوش يقدموا التصور ديالها ما بغاو يديروا حتى شي حل وانا بالحانوت ديالي وليت سادو ما بقيتش نخدم فيه ملي كتمشي عندهم تيقول كثير هذيك راه حمقى ما عندنا ما نديروا لها ما عندنا ما نديروا لك كيوليو يجريو عليك ما كاينش القانون. انا كنطلب من المدير الامن يسمع لهذا الشيء هذا وكنطلب من الكوميسير ديفيزيونير يراقب هذا الشيء هذا وكنطلب من الوكيل العام يراقب هذا الشيء هذا ويصيف الشهود ويعين المكان ويقرروا داك الشيء ويشوفوا داك الشيء مع الناس شنو كيقولوا كي